بالتأكيد حياتنا كلنا ما بتبقاش كلها بتمشي بإيقاع واحد أو نمط واحد. كل المواقف اللي بتحصل لنا أو النجاحات اللي بتحصل لنا في حياتنا، سواء نجاحات على المستوى الإنساني أو المستوى المهني، بيبقى فيها حاجات كده، فترات صعود وهبوط، زي ما الأجانب بيقولوا ups and downs. يعني في أوقات الدنيا بتبقى فيها مزدهرة معاك، وفي أوقات الدنيا فيها ما بتبقاش مزدهرة وممكن تبقى وحشة كمان معاك في حياتك المهنية أو حياتك الإنسانية. بالتأكيد كل واحد فينا حصلت في حياته، يعني لو حصل في حياته أكتر من درس أو أكتر من قرصة ودن أو أكتر من موقف فعلا يعني كان موقف فيصلي معاه، أنت ساعتها عملت إيه؟ سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، واللي محتاجين من خلاله نستفيد من حضراتكم ونعرف مواقفكم ونعرف دروسكم المستفادة من الحياة، هي إيه أكتر حاجة ساعدتك تقف من جديد بعد أكتر موقف صعب مريت بيه؟ أكيد في مواقف صعبة مريت بيها في سنة، وأكيد في برضو حاجات ساعدتك إنك تقفي مرة تانية من الموقف الصعب ده وإنك تتعافي من مشكلة الموقف. يعني زي ما أنت قلت يا مصطفى، الحياة ما بتمشيش على رتم واحد، إحنا مش في الجنة، إحنا في الدنيا طبعاً. إحنا طبيعي إن هيبقى فيه ups and downs، وطبيعي إنه يبقى فيه أيام كويسة طبعاً. وأيام وحشة جداً، وكلنا بيمر علينا الأيام دي، لكن إحنا مع انشغالنا بالحياة والريتم السريع ما بنقعدش مع نفسنا كده ونفكر إيه اللي ممكن يكون ضايقنا أو أثر فينا، هل الموقف ده هيسيب علامة فيا ولا لأ. لما جه كوفيد أو كورونا اضطرينا كلنا نقعد في البيت بالعافية، خلاص ما فيش بقى ولا خروج ولا أصحاب ولا إنك تنزل حتى يعني تروح الشغل، ده كان برضو قصة كبيرة يعني. ف كان في وقت كتير قوي قوي لنفسي اقعد فيه، وقعدت افكر كده، او كل الافكار السلبيه في الحقيقه ابتدت تجيلي، وابتديت استرجع كل المواقف اللي حصلت لي في حياتي واللي اثرت فيا، ابتدت توجعني وابتديت احس بيها. فمن هنا ابتدى بقى رحله كده سخيفه جدا، ويمكن مش انا بس على فكره، الدراسات قالت انه في وقت الكورونا ناس كتيره جدا جدا عانوا من اكتئاب حاد، وبسبب انه فعلا قاعدين في البيت، حتى الازواج نسب الطلاق زادت جدا في حقيقي. الكورونا فالناس اللي كانت قاعده في البيت وما كانتش بتنزل وكانت واخده الموضوع بجد شويه، بالذات طبعا لو حد فقد حد عزيز ليه في الكورونا، هيبقى عارف انه الفتره دي كانت هتبقى فتره سخيفه جدا جدا وصعب التعايش مع المواقف الصعبه فيها، او اقل حتى موقف يمكن في اليوم العادي تمر بيه هيأثر فيك جامد قوي، لأنه أنت في الأول وفي الآخر فاضي، يعني أنت قاعد بتتأمل اللي بيحصل في يومك، فالموضوع بتكبره لنفسك. تعافيتي إزاي من الموقف ده؟ عملتي إيه؟ إن أنا حصل لي نوع من أنواع الإدراك من غير ما حد يفهمني، أنا ما هو ما كانش ينفع أصلاً إن إحنا نتغاضى عن كل ده، إحنا أصلاً كان المفروض نقعد ونشوف إيه اللي مضايقنا ونحله. صحيح، ما إحنا نواجه المشكلة حقيقي، احنا مشكله مع مشكله مع مشكله، عملت ومشاكل دي صغيره بس عملت في الاخر حاجه كبيره جدا. فانت لما بتقعد مع نفسك وتحل المشكله دي من الاول مش هتتفاقم جواك ومش هتسيب اثر، فانت لازم في الاول خالص ترتب اولوياتك وتعيد كده ترتيب افكارك، يعني انا اصلا ليه زعلان من المشكله دي، هل هي مشكله حقيقيه ولا لا، ابتدي افكر في ايجابيه بدل السلبيه، يعني بدل ما انا ده حظي في الدنيا، هو مفيش حاجه اسمها كده، ده كلام بيتنافى مع العقل والمنطق والدين، يعني حتى ده كلام منافي لديننا. لازم تحلل الموقف بطريقه صحيحه، هل انا مكبر الموضوع ولا فعلا الموضوع محتاج ان انا اقف عنده، يعني ولو انا مكبراه طبعا استشير الناس اللي حواليا اللي انا بثق فيهم، لو انا مكبره الموضوع خلاص احط الموضوع في حجمه الطبيعي عشان من جوايا ما يبتديش يتفاقم ويكبر. وبعدين البحث عن حل مناسب، ومن هنا بقى مهم جدا اني اشوف لو المشكله مؤثره فيا وكبيره اطلب من هنا المساعده، سواء مساعده الاهل، مساعده الاصحاب، او حتى المساعده اللي خليني اقول البروفيشنال، يعني اروح لدكتور او لايف كوتش زي ما بيقولوا، او حد يقدر يساعدني لو ابتديت احس ان المشكله كبيره فعلا عندي ومش عارفه احلها. وفي ساعات كثيره ناس حياتها بتقف عند مشكله معينه، ساعات كثيره صاحباتي يقعدوا يحكوا لي مثلا مشكله انا بالنسبه لي تبقى حاجة بسيطة، لكن هم عشان مروا برحلة معينة في حياتهم بالنسبة لهم المشكلة دي بقت كبيرة جدا، فلما يبقى في
حد محتاج منك مساعدة أو حد بيحكي لك على مشكلة، بلاش تقول له يعني بسيطة هتعدي، لا أنت ما تعرفش رحلته في الحياة كانت عاملة إزاي ووصلته للي هو فيه النهاردة. طبعاً طبعاً أهم بقى حاجة في القصة دي كلها إيه؟ أنه في الكورونا أنت كان عندك وقت كتير أنك تتكلم مع ربنا بطريقة مختلفة. صحيح. فالدعاء وفعلاً الاستفادة في الدعاء، يعني ما تبقاش بخيل في دعائك، في الدعاء بتاعك ادعي كتير جدا جدا، وربنا قريب مجيب، وده وعد من الله سبحانه وتعالى، قريب مجيب فعلا. فدي كانت قصتي. انت بقى ايه الموقف الصعب اللي انت مريت بيه وحليته ازاي؟ والله انا كان في مواقف صعبه كتير، بس اكبر موقف صعب، انا كانت حياتي ماشيه زي الفل على كل المستويات، وفجاه حصل لي دروب في على المستوى المهني يعني، وبعديها حصل لي دروب على المستوى الشخصي. هو كل المصايب لا تأتي فرادا، جت جمعاء يعني. وكان حواليا برضو يعني ناس كتير زي ما بيقولوا طلعوا زفة كدابة يعني، كانوا أصدقاء، وما طبعا كله تتتتتت اختفى. فلقيت نفسي لوحدي تماما. فما كانش فيه غيره هو والله، سبحان الله. فكنت بكلمه وأقول له يعني يا رب أنا مظلوم ماليش غيرك، وربنا كبير ربنا كبير، ومش عايز اقول لي غير ان هو جبر خاطري بس. يعني فالايمان بالله هو اكتر حاجه ساعدتني ان انا اقف على رجلي من جديد بعد موقف صعب جدا 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 مريت بيه، ان انا امنت بربنا وكلمته وقلت له يا رب انا مظلوم وانت عارف اني مظلوم، فانا سايب لك الموضوع يعني، فجبر بخاطري بس. طب انت في الوقت اللي بتبقى فيه حاسس يعني بظلم مثلا او اي حاجه، او حاسس ان انت الوقت ده مش احسن وقت ليك فيه افكار سلبيه كتير، ازاي بترتب افكارك انك ترجع مره تانية تفكر بايجابيه؟ بمسك ورقه وقلم. الله يرحمه بابا كان قال لي الكلام ده قبل ما يطلع تو دو ليست على الموبايل وقبل ما كل الاختراعات دي. نظم افكارك. اهم حاجه تؤمن بربنا. كل قصه التنميه البشريه او الحاجات اللي هي بيقول لك خليك ايجابي وخليك مش عارف ايه، كلها موجوده في الدين. انت لو بصيت فعلا، لان فلسفه الاديان هي الاخلاق حقيقي، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الدين المعامله، لو بصيت للدين هتلاقي روحه فلسفته ان انت تبقى عندك اخلاق حقيقيه، ان انت تبقى مؤمن بيه، انك تكلمه لما تبقى محتاج له. ده اللي حصل بمنتهى البساطه يعني. وكلنا بتحصل لنا مواقف، بس اهم حاجه تبقى مؤمنه بربنا جدا، واهم حاجه تبقى عارف ان هي هتعدي، انه الدنيا عامله زي نبضات القلب كده، مره فوق ومره تحت. طبيعي جدا جدا يبقى في ايام حلوه، وطبيعي جدا جدا يبقى في ايام مش احسن حاجه، وفي الحالتين بنشكر ربنا، وفي الحالتين احنا بنفكر بطريقه وربنا عمره ما كان ظالم إيجابية. يعني عمره ما كان ظالم، لو امنت بيه ودعيت له من قلبك ربنا هيجبر بخاطرك حقيقي. واهم حاجه كمان يا مصطفى ان احنا نبطل نقارن نفسنا بغيرنا، لان احنا للاسف مواقع التواصل الاجتماعي بتخلينا طول الوقت عايزين ايه، بنبص على حياه ناس ثانيه ونقول الله ده انا نفسي اكون عايشه الحياه دي او عايش الحياه دي، وفي الاخر ما بتبقوش عارفين انه يمكن الناس دي ابعد ما يكون عن اللي هم بينزلوا صورهم فيه، لانه في الاول وفي الاخر في ناس كتير قوي بتعمل دي شغلانه، ده شغلانتهم ان هم يبانوا مبسوطين طول الوقت. على كل حال، ايه اكتر حاجه ساعدتك تقف من جديد بعد موقف صعب مريت بيه؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها خلال الحلقه النهارده، هندردش فيها مع بعض وناخد من خبراتكم ونقول لكم راينا، ونساعد بعض كده كلنا على تخطي يمكن المواقف الصعبه. والتفكير بايجابيه هو ده المهم، ان احنا نتخطى اي مشكله عندنا بايجابيه وبحب شديد وبايمان بربنا انه كله ان شاء الله هيعدي.